تسأل أيضا وتقول: ما حكم المادة التي تخرج من النساء عدة مرات في اليوم بدون شهوة؟ هل هذه المادة طاهرة أم أنه كلما خرجت منها يجب عليها أن تجدد وضوءها؟ جزاكم الله خيرا. الخارج من السبيلين ينقض الوضوء بكل حال، ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء بكل حال، فعلى من خرج شيء منه أن يستنجي إلا إذا كان الخارج ريحا فلا يحتاج إلى استنجاء، وعليه الوضوء بكل حال. نعم.